من سنين فاتت وانا بلف وادور واحكي الحكاية دي من بغداد لأصفهان ومن دمشق لطهران. دخلت في كل سوق وحكيت الحكاية دي، حكاية محمود وجهاد، الأمير محمود والأميرة جهاد، اللي بعتهم في سوق العبيد علشان أنقذ حياتهم من التتار. يا أهل مصر اسمعوني، في كل حتة دورت فيها عن محمود وجهاد ما لقيتهمش، لكن لقيت حاجة تانية، لقيت التتار، التتار المتوحشين بيقربوا من بلادنا أكتر وأكتر. سيبك من حكاية التتار دي يا راجل، وكمل لنا حكاية محمود وجهاد. نفس الحكاية، التتار هم التتار، خدوا من محمود وجهاد كل شيء، سامعين؟ كل شيء، حتى ملكهم. أنا عارف أنتوا عاوزين تعرفوا نهاية القصة، لكن أنا معرفش النهاية هتكون إيه. كلنا لسه ما نعرفهاش، لكن ممكن تحصل في أي وقت، ممكن تحصل هنا في مصر، لكن أي حتة في مصر. ويا ترى هكون موجود ولا حكون مت قبل ما اعرف نهاية القصة؟ علشان اقدر اكمل حكايتي وينتهي بحثي النتيجة. يا رب قويني، يا رب يا رب. سلام. مين بينده باسم سلامة هنا؟ أنا يا عجوز قائد المماليك اللي في خدمة السلطان عز الدين. أنا ما أسألتش لحد، أنا بقول حكايات علشان حد يحسن عليا. إذا كنت أسأت إليك سامحني. هات إيدك. العلامة، علامة ختم الملك. لقيت محمود، أنت محمود، الأمير محمود. أنا لسه عبد. سامحني يا ابني، سامحني يا محمود، سامحني يا ابني. أسامحك، ده أنا اللي أخطأت في حقك وأسأت الظن بيك، وافتكرتك خنتنا يا سلام. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، كبرت يا محمود وبقيت راجل وفارس. أنا بحثت عنكم في كل مكان، في لاهور واسطنبول وطهران ودمشق، حكيت حكايتي في كل حتة وأنا بنادي على جهاد. خلاص من دلوقتي ورايح هندور عليها سوا يا سلام. قوم بينا. على فين؟ على قصر الأمير أيمن، تلاقي حتة تستريح فيها. قوم بينا. لا، نروح قبل نتكلم مع الشيخ ابن عبد السلام. الشيخ ابن عبد السلام؟ أنا سمعت عنه كتير من الأمير أيمن، مش ده العالم الكبير اللي جه من دمشق؟ أيوه هو. وعرفته إزاي يا سلام؟ سمع بحكايتي، بعت لي ووعدني انه هيبذل كل جهده علشان يساعدني وندور على جهاد. راجل صالح، مفيش في المسلمين واحد زيه، مؤمن ومناضل، عاوز يجمع كلمة الإسلام قبل ما يفوت الأوان. يلا بينا نروح له. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لقيت يا سيدنا الشيخ، لقيت الأمير محمود. أنا شفتك قبل كده عند الأمير عز الدين أيبك، أنت قائد مماليك. أيوة تمام يا سيدنا الشيخ، باعوني عشان أبقى مملوك من سنين فاتوا. قصدك من يوم ما سلامة باعك؟ أنت عارف الحكاية. أيوة يا ابني، حكايات سلامة كلها صدق. إلا حكاية التتار دي. حكاية التتار هي أصدق حكاياته، لكن الناس مش عايزة تصدق، بيرموا أنفسهم إنهم حيعيشوا في أمان وسلام. وأنا بدور على جهاد رحت بلاد بعيد، وعرفت منها اليوم اللي التتار هيهاجموا فيه مصر. يمكن سيدنا الشيخ يخليك تآمن وتصدق ان اليوم ده قرب، اليوم اللي الاسلام هيقف فيه امام اعداء الله. تفتكر حقيقي يا سلامة ان التتار هيهاجموا مصر؟ انا بدعي ربنا وسلامة بينزل الناس في كل مكان انهم ينتبهوا ويتحدوا، لكن الكلام ما يكفيش، لازم يكون في قائد شديد يقدر يقود معركة الاسلام المقدسة، والقائد ده الأمير محمود. انت بتقوليني شرف يا سيدنا الشيخ، انا ما استهلوش. الحياة حكمت عليا اني اكون جندي مش امير. واظن انت كمان مشغول بحكاية البنت اللي انت بتدور عليها. انا بدور على حلم، على وهم. اعمل ايه لو كانت جهاد ماتت؟ واذا كانت عايشة يا ترى بقت زوجة ولا ام؟ وساعتها يبقى خلاص ماليش حق فيها. إذا كان إيمانك بالله قوي هتلاقي جهاد حق. من سنين طويلة فاتت وأنا مش لاقيها، أحياناً بفقد الأمل إني هلاقيها. ادعي لي يا سيدنا الشيخ إن ربنا يحقق أملنا ونلاقي جهاد. الصلاة. كده. لا ابدا، دي اصلها جرح قديم. لا ابدا، ده مش جرح، دي علامه مكويه على الجلد، زي ما تكون ختم ملكي. انت مين؟ يا بنات اسمعي، انا لسه جايه دلوقتي من عند الملكه شجره الدر، في فرح عندنا. فرح مين؟ الملكه شجره الدر قررت تتجوز خلاص، ولازم نستعد للفرح. هتتجوز مين؟ والله هي لسه محتاره ما بين الامير ايبك والامير اقطاي. هو في فرق بينهم؟ اما قلة الادب صحيح، ايه الكبرياء دي؟ وانت مالك؟ انت خليكي في نفسك وشوف الشغل اللي انت مكعبلاه ده. لم الشغل ده، لم يا شيخه لم. برضه مش قادر اعرف ايه الفرق بين الامير اقطعي والامير عز الدين ايبك. امير عز الدين ايبك. مولاتي، أنا حضرت أقدم إخلاصي وخضوعي. أيوة يا أيبك، أنا متأكدة من إخلاصك وعارفة ثقتك بنفسك. أنا عمري ما خيبت أمل مولاتي في أي مهمة أسندت إلي سلطة إنجازها. لا يا أيبك، لا، أنت عايز تحصل على سلطة أكتر وأكتر، وعايز تحصل عليها بسرعة، لكن أنا علي واجب نحو السلطان أيوب، السلطان اللي رفعني جنبه على العرش، وعلي واجب نحو مصر، لازم أكون واثقة، واثقة جدا. مولاتي عارفة إنها لازم تتجوز؟ لازم؟ عز الدين أيبك يصدر أوامر لشجرة الدر؟ الناس منتظرين جوازك، الناس منتظرين سلطان يعرف يتعامل مع الدول التانية لإحلال الأمن، وإذا لزم الأمر يقودهم للحرب. أنا ما سمعتش الناس في الشوارع بتهتف إنه شجرة الدر لازم تتجوز عز الدين أيبك، وأيبك بالذات. مولاتي مش هتسمع أبدا الناس بتهتف وتقول إنك لازم تتجوزي فخر الدين أقطاي. الناس بتخاف من أقطاي، بتكره أقطاي. وبيحبوا أيبك؟ شفت إزاي من الصعب عليك إنك تجوز؟
زي ما انا من الصعب عليا اني اختار بين اميرين بيكرهوا بعض وبيحاربوا بعض، مش حبا في شجرة الدر ولا حبا في مصر، لكن حبا في العرش. انت طموح يا ايبك، لكن فيك عيب خطير. انت شريف في اعماقك، لكن تنقصك الجرأة. انا معجبة بيك عشان كده، بس مش دي الصفات اللي لازم تكون في الراجل اللي بيطمع في الاستيلاء على العرش. مولاتي، انا لازم اتكلم مع الامير فخر الدين أقطاي قبل ما اقرر اي شيء. مولاتي، تسمح مولاتي بلحظة اشرح فيها موقفي بكل وضوح؟ اتفضل. الموضوع ده هياخد قد ايه؟ يوم يومين. انا عارف ملكة قالت انها هتوصل لقرار النهارده. الظاهر النهارده مش هيعدي. ايه رايك لما نتمرن شويه؟ انا ما مسكتهمش من وانا طفل صغير. يلا نجرب. سمعت إشاعة تقدم التطار؟ أيوة سمعت. وهتعمل إيه؟ إيه اللي هنقدر نعمله؟ لازم نتأكد إذا كان ده صحيح. دي مش شغلتنا، إحنا مماليك هنا. ظاهر ان ببارس صاحبك قوي. كنا بنتمرن شويه يا مولاي. مفيش داعي للصداقه دي يا محمود. انت عارف انه مملوك الامير أقطاي، مش عاوز حد يشوفكم مع بعض بعد كده. ده امر مفهوم، والا هعتبر ده دليل على التآمر مع انا فهمت دلوقتي هو متضايق ليه. الظاهر الدور جه على امير أقطاي. انا سعيد جدا انك بتتكلمي معايا. ده معناه انك رفضت الامير ايبك. انا بقارن بينكم، وده مش معناه ان انا رفضت ايبك. هتندمي اذا ما رفضتيهوش. الامير أقطاي بيهدد مولاته الملكه؟ انا بتكلم بمنتهى العقل، وافتكر جه اليوم اللي الواحد لازم يكلمك فيه بمنتهى العقل. اذا لازم اسمع. اتفضل القي خطبتك يا سمو الامير. شعب مصر يطالب. أقطاي بيتكلم نيابة عن شعب مصر. معظم الشعب بيكرهك. بلادهم اتسرقت، املاكهم ضاعت منهم عشان الضرايب اللي انت بتقبضها مش انا. لابد من يد قوية تمتد لوقف التمرد والخارجين على القانون. الشعب هيكون سعيد لما يحكمه ملك قوي. والملكة شجرة الدر لازم تتجوز من سلطان قوي. والسلطان القوي ده انت يا أقطاي؟ مش هتقدري تستمري في الحكم لوحدك يا شجرة الدر. انت عارفة وانا عارف. السلطان فخر الدين أقطاي، لقب جميل عظيم قوي. السلطان أقطاي. أنا متصورة الشعب وهو بيهتف بيه، لكن يا ترى هيهتفوا للاسم ده بسعادة؟ يا ترى هيشكروا شجرة الدر ولا هيلعنوها لأنها جعلت من أقطاي سيد عليهم؟ ويا ترى أقطاي خليفة السلطان أيوب وطرنشاه هيكون سلطان حقيقي لدرجة انه شجرة الدر اللي الناس بتعتبرها سلطانة تصبح جنبه لا شيء وترجع الحريم؟ مش ممكن ده يحصل. انا هحترم دايما كل رغباتك.
وحطيها دايما كل اوامري. كل اوامري. اي اوامر؟ اي اوامر. اركع. اركع. ده جوابك يا امير اقطاي. انت راجل متكبر. متكبر زيادة عن اللزوم. كبرياءك جعل منك راجل أبله عبيط. لو كنت انحنيت كنت أصبحت السلطان. لكن دلوقت سمعت عن القرار اللي اتخذته شجرة الدرج؟ أيوة يا مولاي، عشان كده أنا جيت بسرعة. أنت كنت فين؟ مفيش حد عارف مكانك. متأسف يا مولاي، أصل كنت بدور على سلامة الراوي الأعمى. في قدامنا ألف حاجة علشان نستعد لها. يستحسن قبل إن احنا نستعد لمتاعب أقطاي. أقطاي راجل سيء ومشرد. بعد جوازي من شجرة الضر حلتفت له لما بقى سلطان. أنت حقيقي هتبقى سلطان على مصر ولا مجرد حليف لشجرة الضر ومنفذ لرغباتها؟ محمود، أنت بتتجاوز حدودك في الكلام. مولاي، باعتباري خادم يمكن ده صحيح، لكن باعتباري صديق. باعتبارك صديق لازم تقف جنبي وتحارب معايا بكل قوتك. بس مين اللي هنحاربه؟ هنحارب بعض ولا نحارب العدو المشترك؟ قصدك التتار. لازم بتسمع كلام الراوي، ما تصدقوش. ده راجل مجنون. انا ليا خطتي كسلطان. انا عايزك تضاعف عدد المماليك وتتاكد بنفسك ان كل واحد مستعد وممكن الاعتماد عليه. خاين واحد منهم ممكن يضيع كل اللي عملناه، وخصوص الراوي الأعمى. أنا عايزه يختفي بعيد عن الأنظار، ولاحظ إنه ما يتكلمش أبداً. وإذا كنت أنت بتصدق الكلام اللي بيقوله، يبقى معنى كده إن بعض الناس كمان هيصدقوه. حاضر يا مولاي. ودلوقتي حالاً لازم تروح تعزز قواتك بالمماليك. أنت ليه حريص بالشكل ده على تعزيز قواتك فوق السلم؟ علشان أقطاي بيعمل نفس الشيء دلوقتي. اللي بعده. فارس كويس؟ احسن فارس. وعندك حصان؟ ايوه. فين؟ اللي هناك ده. يمكن مش الاحسن، انما انت لسه صغير تنفع. اللي بعده. انت بتدور على فرسان كويسين. وانت فارس كويس؟ طبعا. وعندك حصان؟ ايوه. فين؟ اللي هناك. الحصان اللي عليه الحمام؟ ايوه. بتعمل ايه بالحمام؟ بربيه، اصل طعمه لذيذ. ايه، في اعتراض على تربيه الحمام؟ لا. أنا اخترتكم مماليك، اسمك إيه؟ صالح. وأنت؟ مصطفى. أنا عارف إن دي مش هسميكم، إنما ما يهمنيش، أنا عاوز محاربين. Thank you.
الأمير محمود أمير جهاد سمع لهم نزول العبيد علشان تنقذ حياتهم. يا أهل مصر يا مؤمنين اسمعوا حكايتي حكاية من غير نهاية. النهاية هتكتبوها انتم. أنا أقدر أحكي لكم البداية، بداية قصة الأميرة جهاد والأمير محمود اللي التتار استولوا على عرشهم وحبوا يموتوهم. سلامة سلامة. في راجل فظيع قاسي بحهم في سوق العبيد علشان ينقذهم من الموت، لكن التتار مسكوه عذبوه ضربوه علشان يعرفوا هم فين. رفض. النتيجة انه بقى اعمى. انا هنا يا سلامة. فوق فوق يا سلامة. انا جهاد يا سلامة. مين هنا يعرف اسمي؟ مش ممكن مش ممكن. انا جهاد يا سلامة. سلامة سلامة يا سلامة. جهاد جهاد جهاد. سامع صوتها بيناديني. جهاد انت فين يا جهاد؟ يا سلامة فوق. ايوه فوق فوق السلطان. انت متاكد انك سمعت صوتها؟ ايوه نادت عليا حتسها وقالت انا جهاد. في واحد من الرجال ده هيوصلك البيت وما تخافش، انا هستنى هنا لحد ما اتاكد اني حلال. نادت عليا وقالت انا هنا انا هنا انا هنا. ما اظنش ان الراجل ده مجنون. فعلا مش مجنون. تعرف ان انا مؤمن بكل اللي بيقوله؟ انا معتقد فعلا التتار جايين. انت بتقول ان ده حريم السلطان؟ الشباك اللي هناك ده. بعد الفرح لما الامير بتاعك يبقى سلطان الحراس هيبقوا كده في ايدك. ايوه. لكن قول لي انت ماشي ورايا ليه؟ بتتبعني؟ عندي اوامر مشدده اني اراقبك. وبعد النهارده انت مش صاحبي، انت عدوي. وداعا للصديق ومرحبا بالعدو. انما قول لي يا عدوي، انت زودت قواتك؟ ايوه. ايه اللي بنعمله ده؟ ما نكونش بنستعد لحرب اهليه؟ بنستعد لحفله زفاف. Thank you.
احتل دوين الحكومة، أعلن إن هيجمع ضرائب جديدة وبيتحدانا نمنعه، لازم نتخذ إجراء حاسم. يقاوموا اي حصار. اعوانه بيهجموا على القرى علشان يسرقوا الاموال وينهبوا المحاصيل. وتفتكر ايه العمل؟ مفيش فايده. اي حاجه هنعملها هتؤدي لحرب اهليه، وده بالظبط اللي عايزه ابطاي. انا عارفه ان انت مش جبان. انت حاربت في مواقع كتير وكسبتها. مماليك ابطاي ومماليكي ممكن يفتوا بعض في معركه من غير ما حد ينتصر. فوضى هتعم البلاد، وأعدائنا في الخارج هينتهزوا الفرصة ويهجموا علينا. مسكين يا عيبك، مسكين. بتسخري من مشاكلي ولا مني؟ لا يا عيبك، الموقف ما يحتملش أي سخرية. بس اسمح لي أقول لك أنا مشفقة عليك بسبب ضعفك. اللي أنا بعتبره من أجمل صفاتك، أنت عاوز العالم كله يقول عنك عيبك النبيل، العادل، الطيب. عشان كده بتفكر كتير قبل ما تخطي أي خطوة. تنتظر كتير قبل ما تضرب ضربتك. عندك حق، احنا مش لازم نخاطر بحرب اهليه، لازم نمنعها. ازاي؟ لازم يختفي. قصدك نقتله؟ مش انا، انا مش في طبع الاغتيال والتآمر والخيانه. التردد يا عزيزي ايبك. تفتكر لو هو كان في مكانك كان تردد؟ لكن هو مش في مكاني. طيب ومخلص ونبيل، لكن مش في مكان. محمود، تروح فورا للأمير فخر الدين أقطاي وتقول له إني أنا عايزة أكلمه هنا الليلة على انفراد، وقول له إني أنا ابتديت أشك إذا كنت اخترت الزوج المناسب. قول له إني عايزة أناقش الموضوع معاه.
قدرت انصرف. انا لغايه دلوقتي مش فاهم ازاي بيجي هنا لوحده بالليل. قال عشان تناقشوا. تناقشوا في ايه؟ ما تبقاش غبي، الحكايه في غايه البساطه. بقى يا سيدي الملكه ابتدت تشك اذا كانت اختارت الزوج المناسب ولا لا، وعشان كده بعتت تتكلم مع الراجل اللي سبق طلبها للزواج وهي رفضته. معقول؟ لكن انا مستغرب ازاي السلطان ايبك يسمح لمراته انها تقابل غريمه وهو مش موجود. تراهن على ايبك؟ تراهن انت على اقصاي؟ ده يتوقف على الظروف. واذا خسرت؟ محمود انا خسرت قبل كده لكن مش كتير، انما اتعلمت حاجه. اتعلمت ان انا راهن على الشيء الغير مضمون. دقة مش كده؟ استدركتوه لوحده بالليل يا أنتان. كنت تعتقد اني ليا يد في الجريمه دي اضرب سيفك في صدري. انا خدعت، انا بريء من دمه. الملكه خدعتني. جايز اكون مغفل لكن مصدقك. الوداع يا محمود. الوداع؟ عشان ايه؟ امير اقطعي مات. مفيش علاقه بيني وبين المكان. وهتروح فين؟ عاوز اتاكد اذا كان كلام سلامه مظبوط. عاوز اتاكد اذا كانوا التتار جايين. وداع يا محمود. وداع.
الوداع يا عدوي، لحد ما نتقابل تاني كأصدقاء. دي يا حبيبي دي مجرد حادثة صيد، ولقوا جثته مرمية على الجبل. حادثة صيد؟ تقوم تفصل دماغه عن جسمه؟ أنت عارف المنطقة دي مليانة حيوانات متوحشة، وافرض إنه اغتيال، خلاص يبقى خلصنا من التهديد بحرب أهلية. أنت مش كنت عاوز كده؟ ابعد عن نفسك الشك والظنون وانتهز الفرصة. أميكم السارق فخر الدين قطاي قتل في حادثة صيد مشؤومة. أنا كان ممكنني أعدمكم واحد واحد، إنما حبيت أديكم فرصة. أنا قررت أمنحكم شرف خدمتي لو أثبتتم إنكم تستحقوها. اللي مش عايز يستمر في خدمتي يتفضل، لكن عايزكم تفهموا كويس إني مش هسمح بأي عصيان ضدي. هكون معاكم في منتهى القسوة. اللي هيغدر بيا أو ينضم لأعدائي هطير رقبته وأزين بيها الأسوار دي. أنتم مع عيبك ولا مع أعدائه؟ طيب اتقلب بقى اخطائي كده. انت متاكد ان ده هو المكان؟ ايوه، دي رمت لي رساله من الشباك اللي سبق كلمتك منه. متأكد إنها هتيجي؟ متأكد، ضروري جاية يا سلامة، ضروري. أنا مش مصدق إن تعبي في البحث عن جهاد هتكون له النتيجة دي وعليا. جهاد! سلامة، ليه ما بصتليش لما ندهت عليك من الشباك؟ جهاد! سلامة، إذا كل اللي قلته ده صحيح يا سلامة؟ وأعذبوك عشان ما تقولهمش احنا فين. يا حبيبي يا سلام. حبيبتي يا حبيبي. يا حبيبي يا سلام. جهاد، انت اتغيرتي قوي، ما بقيتيش جهاد الصغيره بتاعت زمان. وانت كمان يا محمود بقيت راجل. يا ترى شكلك بقى ازاي دلوقتي؟ حلوة مش كده؟ حلوة وبس، أجمل ما يكون. وشعرها؟ زي سواد الليل. وهديها؟ لون السماء الصافية. حلوة، ها؟ كبرت وبقت عروسة مش كده؟ أجمل عروسة. كفايه بقى لحسن، بعدين هصدقكم. دي الحقيقه من غير اي مبالغه. انا ما كنتش فاكر اني هستخدم الحمام بالسرعه دي. جبت الرساله؟ ايوه. مين يقول ان طير صغير زي ده يحمل رسالة خطيرة بالشكل ده؟ من يقول إن أجنحة السلام تحمل أنباء الحرب؟ على السلامة.
من زمان وان انت ما جيتش هنا عشان تسرقني، انا اللي جيت لك بنفسي. انا اللي جيت له بنفسي. انا اللي جيت له بنفسي. اصل الكذب ده مش هينفعكم لا انت ولا هو. تعالي هنا وياك المملوك ده يتعرض لك. استني هنا. تعالي هنا. ما حدش هيقدر يمسك طول ما انت معايا. لازم ارجع يا محمود. الحمد لله اللي لقينا بعض. وضروري هنشوف بعض تاني. تعالي هنا. تعالي. تعالي هنا. انت متوحشة. اياك تحط ايدك عليها وانا اقطعك هنا. دي غلطتي انا. افتكرت انها بعدت ناديت عليها وقلت يا جهاد. معلش يا سلامة، انت ما كنتش تقدر تعمل حاجة، كان لازم تعرف. سمعت هو بينادي عليها بيقول لها ايه؟ جهاد. جهاد. أنا سعيد لما جئكم جميعا. أنتم رؤساء الدواوين المختلفة في حكومتي. أنا عندي أخبار هامة علشانكم. أقطاي حاول في الأيام الأخيرة إنه يفرض سلطته على الحكم. أقطاي انتهى. أنا استدعيتكم النهاردة علشان تتأكدوا بنفسكم مين اللي هيصدر الأوامر الخاصة بحكم مصر؟ أنتوا عندكم أوامر عليها ختم شجرة الضر. الأوامر دي لا تنفذ. أنت جبت ختمها معاك؟ خد ختم التالو عشان تستعملوه. كل وثيقة عليها ختم شجرة الضر مالهاش أي قيمة. إدارة الصرف دلوقتي. لمدة كام يوم. عايز اسمع ان الاوامر اتنفذت زي ما انا عايز بالظبط. كل امر لازم يكون عليه ختمي. ختم السلطان عز الدين ايبك. ممكن اقدم اقتراح لمولاي؟ انا سالتك عن رايك؟ لا. لكن مولاي ما يقدرش يغير نظام دواوين الحكومه في يوم واحد. اقدر. صحيح تقدر. لكن ده هيسبب فوضى. وافتكر احنا عندنا فوضى كفايه. الامير عز الدين ايبك كان بيعامل مملوكه باعتبار انه صديق مش خادم. انما الامر يختلف بالنسبه للسلطان عز الدين ايبك. اذا كان مولاي مش محتاج لاصدقاء بل لمجرد خدم حواليه. انا عارف اكتر منك. انا عايز ايه؟ انت عليك تنفيذ الاوامر وبس. سمعا وطاعه يا مولاي. محمود. انت شاب قوي اقوى من اي مملوك. هيقول ايه السلطان لو عرف ان انت خالفت نظم القصر عشان بنت من الحريم؟ دي مغامره تقدر تكلفك حياتك. ليه تعمل كده؟ ليه؟ بحبها يا مولاتي. بتحبها؟ مملوك يتكلم عن الحب؟ ليه لا؟ عندك حظ انه السلطان مشغول اليومين دول عن شؤون الحريم لانه حاكم جديد على مصر، عشان كده بيسيب لي التفاهات دي. تحب تشوف البنت اللي بتحبها؟ ممكن. انجي دخليها. ليه؟
جايز يكون حب حقيقي زي ما كنت فاكرة. لكن جهاد، انت مش اسمك جولينار؟ جولينار اسمها المستعار يا مولاتي. انا اسمي الحقيقي جهاد. بس محمود تعالى. مش محتاجة لأي راجل عشان يعلمها واجبها. أنا أرجو مولاتي إنها تسبغ علينا كرمها كملكة وعطفها كسيدة. بإني أقدم لك جهاد مع دعواتي وموافقتي على جوازكم. كويس، أنا هديها لك. مولاتي. لا، مش دلوقتي، بعدين. إنجي طلعيها. مولاتي، أنا مستعد أعمل أي حاجة في سبيل إن أكون مع جهاد طول العمر. أنا بعمل اللي مضطر أعمله، وأنت لازم تعمل نفس الشيء. جهاد تحت تصرفي، وأنت كمان لازم تكون تحت تصرفي. السلطان أيبك مسافر كام يوم زي عوايده، عاوزاك تسافر معاه. عاوزاني أسافر عشان أتجسس لحسابك؟ لا، أنا عارفة هو رايح فين. هو رايح لمراته التانية. ممكن مولاتي تطلب مني حاجة زي دي بعد ما عرفت انه محمود. انا مش بطلب منك بصفتي الملكة، انا بطلب منك بصفتي امرأة زوجة. لازم اعرف هل هي جميلة، بتستعمل اي نوع من العطور، ايه سر جاذبيتها اللي بيخليه يرجع لها دايما. دي مهمة شاذة بالنسبة للمملوك، لكن أنا حبذل كل ما في استطاعتي وحروح يا مولاتي. أنت نفسك مش مملوك عادي. أشكرك. أبويا، حدلي على السلامة أبويا. شؤون الدولة منعتني إني أجي طول المدة اللي فاتت. شؤون الدولة ولا مراتك التانية؟ مراتي التانية ما تعرفش إني متجوز غيرها. مين اللي واقف مع المنصور ده؟ اطمئني، ده قائد المماليك بتوعي. هاتي الحليب! هاتي الحليب! هاتي ارجعي يا عنتر، هذه الأميرة بنت أميرنا زهير، خليها تشرب. هذا لعبلة، هاتي الحليب. قول في الشعر وأنا أعطيك الحليب. ما أقول الشعر حتى تأمرني يا عبلة. وتخالف قول بنت الأمير زهير أمير بني عبس؟ خليه يقول يا عبلة، إذني له وحياتك. كيف تأذن له؟ تأمره. وما دام هو عبد شداد فلا بد يكون عبد عبلة. قولي لعبدك يا عبلة. قولي لعبدك يا عبلة. لا يتكبر يا عبلة. قل لهم الشعر يا عنطر. كيدهم. قولي لعبدك يا عبلة. قولي لعبدك يا عبلة. لا يتكبر يا عبلة. إن صنت عهد المودة ولا ما صنت؟ أحسنت يا عنطر، ما كنت أحسبك شاعر، ولا بد ما كافئك وأبلغك مقصودك. ومتى يا مولاتي؟ الآن الساعة أزوجك من خادمة خميسة. قولي لعبدك يا عبلة. لا يتكبر.
يتأمر يا عبلاه ولا يتأمر يا عبلاه خليه يحلف يا عبلاه خليه يشعر يا عبلاه يا أشرم خذوا أنتم البنات والأسلاب وأعطوني رأس هذا العبد الأسود وقعت يا أسود يا عنتر يا ريتك ما كنت عبد يا عنتر والله يا عبل ما كنت عبدا قط انا ولد عمك شداد يا ريتك ولد عمي انا اشرب يا فارس اللي يصد الغارة وحده حقه يكون سيد القوم لا عبدهم خذ هذا وحش دراع ودراع اسد صدر وصدر طور اشرب يا عنتر ابعدوا يا بنات عن ابن عمي ابعدوا ابعدوا ايش كنت تعمل لو خطفوني ما كنت اترك على ارض العرب من حي وكل ما يرتوي سيفي اقول شوي يا خي الارض اللي تكون عبلة ما هي فيها اطمس نجوم السماء فوقها واطفيها الحمد لله على سلامة مولاي عد الغنائم والأسلاب ودخلها عندي وخلاك تخرج للحرب وأخذ البنات وطلع بيهم على العين وإيش يعملوا في العين؟ يغنوا ويرقصوا وإنت قعدتي وحدك في الحي؟ وحدي وما كنت أقدر أخرج بلا إذنك مين يا ولد قال لك تاخذ البنات عليه؟ ما قال لي احد خايف تقول على اللي قالت لك؟
اللي تجرك في كل ناحية وراها كالخروف. قول. أنا اللي أخذتهم. إيش؟ خالفت أمري يا كذاب. ما تريد تخبرني عن اسمها؟ ها؟ ما تريد؟ ما تكر؟ قول على اسمها. قول. 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 هلا. لا تقولي لا تقولي إلا أبوك يغضب علينا ويسود عشب. قول. أنا حكمت عليك بالموت جوعان وعطشان. ما أسمع عن حدا منكم سقاه ولا أعطاه كسرة خبز لأجعلكم عبرة للعبيد اللي يعصوا أسيادهم. العبد عنتر صار يقول الشعر في عبلة. وكيف عرفت؟ يعجبك هذا؟ كيف عرفت؟ خبرتني هند. ما بقي إلا العبيد. أنا رايح نخلي شداد يقتله، وإن ما قتله تتولى أنت أمره. أنا خايفة يكشفونا. لا تخافي، كلهم لاهيين يحتفلوا بعيد النصر. اسقيه واكليه، لا تخافي. انا كنت اقدر احل روحي من القيود، لكن مطيع لامر مولاي شده. ولا يهمك، انا نخليه يصفى عنك، عمي يحبني. تشكر يا عبلة، عنتر مهله غيرك يرحمه في هذا الحي. أنا السبب في هذا الألم. ذهب كل الألم عني، يكفيني ويرضيني يدك تداويني. يكفاكي يا عبلة، وبالله عليكي ترجعي لخباكي حتى لا يراكي أبوكي ويغضب عليكي. عملت له طبيبة يا تعيسة؟ أنا أعمل له طبيبة وصيفة وكل شيء، إيش فيه؟ عيب؟ هذا المسكين ضربوه ظلما، أنا اللي أمرته بأخذنا للعين، وكيف ما أدويه؟ وهو اللي نجانا من اللصوص. والله لولاه لكانت نساء وبنات بني عبس معروضة اليوم في سوق الرقيق. بدل ما تضربوه يا ناس، قوموا كافئوه وكرموه. حقا يستحق المكافأة. قوم يا ولد، الأمير زهير طالبك. يا ترى خير ولا شر؟ أنا ما أعرف نوايا الملوك. أعفني يا مولاي، أنا عبد، أنا راعي، وأنا ما أخالف الأسياد إكراما للعبيد. هيا. وانت روحي اقعدي مع البنات، كلهم قاعدين يحتفلوا بعيد النصر. هيا. قدم خمر الشام لضيوفنا بني زياد، وتوصى بالأمير الربيع وأخيه الأمير عمارة. يا ولد هات العاد. عيد النصر يا رجال، يا حب للأبطال. عيد النصر يا رجال، يا حق للأبطال، يا حق للممدود على العدو المكسور. عيد الهنا.
مالك. يا حب للأبطال عيد النصر يا رجال، يا حب للأبطال يا حب للمنصور على العدو المقصود، عيد الهنا يا خان، عيد الهنا يا خان، عيد الهنا يا خان. اليوم وبعد اليوم يوم عيد النصر يا قوم، يوم اليوم وبعد اليوم يوم دايم عليكم دوم، دايم وماله زوال، دايم عليكم دوم، دايم وماله زوال. عيد النصر يا رجال يا حب للأبطال، عيد النصر يا رجال يا حب للأبطال، يا حب للمنصور على العدو المقصود، عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال. عدونا لو جار في أرضنا أحرار، عدونا لو جار في أرضنا أحرار، أحرار نقود نافرة منك يا عمارة، خليك عنها، نفورها يزيدني حبا فيها وما لها مهرب مني. يا حب للمنصور على العدو المقصود، عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال. قرب يا عنتر. اشرب من يد الأمير زهير، اشرب يا عنتر. حميت الحي ودافعت عن الحريم، فأنت من اليوم محسوب من فرسان بني عبس لا من عبيدها. أيوة الله. رفعت قدرنا. أيوة الله. وطمنت قلوبنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. أيوة الله. أيوة الله. تمنى علي يا عنتر. أتمنى لك السلامة وطول العمر ونفاذ الأمر. مليح، لكن لابد أن تتمنى. تعطيني فرس نجدي وسيف هند. عندك أفراسي وسيوفي، نجي واختار. فرسك الأبقر وسيفك الصمصام. أعطوهم له. ريت يرمي على الارض ويهشم راسه ونرتاح. يا ريت. لا فارس الا عنتر. كان من رعيان واصبح من فرسان، يحميك من شر العين يا ولدي، يحميك ويبقيك. تعال جنبي هنا يا عنتر. مالك مكان بين الفرسان يا أيها ال... إذا أنصفت قوم واعطني مكانك. إذا قدرت علي يا ابن زبيبة.
ضيوفنا يا عنتر، ضيوفنا يا أرعن. يا ولد هات العطر. عكرت صفو الناس يا عنتر بعد ما كرموك. كرموني أم أهانوني؟ إيش عملوا؟ قل لي إيش عملوا؟ قالوا لي يا ابن زبيبة، بينما أنا ابن شداد. نعم، أمي أخبرتني أني ابن شداد. ها أنا وأنت، خبرني، أنا ولدك ولا عبدك؟ قول واحدة من الاثنين، إن كنت عبدك أقتل روح الساعة بهذا السيف، إن كنت ولدك قول، قول حتى أرفع راسي بين القوم. عنتر أريد أقول اللي يريحك، لكن الأمر ما هو بيدي. أمال أنت معترف بيه؟ نعم أنا معترف بك. قلتها لي يا أبي، تم الجميل وتعال قدام القوم وقول أنا ابن شداد. أبي إذا قلت للقوم إنك ابن شداد يقوموا علي معترضين مستنكرين. يستنكروا؟ وهل من العار انتسابي إليك؟ هذه أحكام القبيلة يا ولدي، العبيد لا يصبح أحرار. إذن أعيش طول عمري عبد. امهلني يا ولدي حتى أدبر أمري. والله والله ما أفرط فيك، لأنك من دمي ومن صلبي. هذا القول يرضيني، كلامك أنت يكفيني. اضربي يا عبد، اضربي. مرحى تربيتي والله. اضربي. يا هلا. صباح الخير يا مولاتي. صباح الخير يا ابن عمي. ايش قلتي؟ قلت يا ابن عمي. عيديها بالله عيديها، انا رقبت الطول لما تقوليها. بني عبس جاحدين، بني عبس كافرين. خلينا من الحساد واهل الشرور. ما يهمني الا رضا ابيك علي. ها؟ ابي وحده؟ يكفاني. الصبر جميل يا عم. لا توقفوني كيف الصنم، هيا كملي العلام. النخل لا يصلح للرماية. ما ليش اللي يصلح؟ هذا اللي يصلح. لا تتحرك، اضرب يا عبلة. ضاعت عيونك الجميلة يا شيبو. اضربي فوق 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 فوق. راحت عيوني الجميلة، ضاعت عيناي. قوم يا سبع. هيا امسك السيف وبرزيني. هيا اعلمك. يا بارزني علمني. هيا. غلبتك. هيا قول في الشعر وإلا قتلتك.
وقلع لك عيني وانتي تقلعي لي عيني اني عشعور احنا الاثنين. صابك السيف يا عنتر؟ يا عبلة كيف تسألي كيف عن ضربة من يمينك؟ لا تسأليني عن السيف. ما صابني إلا عيونك. صبرت قلبي بالسلوى لينتهي عن ذكر عبل فلم يطاوعني فمي. ولقد خلوت بها بعيدا عن مجال الأعين. قبلتها فتنهدت شوقا وقالت دمني. هذا شعر مكذوب واللي جايله كذاب. وقالت دمني وإيش بعدها؟ فلما ضممتها تمايلت وتأودت وقالت ويلاه من ذاك القوام اللين. أصلت في طلبي خير. اجلس. اشرب من يدي يا فارس بني عبس. ما حد يعرف مقدارك غيري. والله عنتر ما يقول هذا الكلام. هذا كلام الكاذبة سمية. والله لا أفضحها. جسمك جسم أسد ودراعك دراع سبع وعقلك. وإيش تريدي من عقلي؟ أريد تعرف مين اللي يكرهك ومين اللي يحبك. عنتر، أنا في مكان أبي ومالك نعمتي لا أفعلن فعل الخؤون المجرمي. اللوم علي أنا اللي أكرمتك يا لئيم يا أسود الوجه. لئن أكو أسودا فالمسك لوني وما لسواد جلدي من دوائي. ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. أتركني يا شذاب، عبدك اللئيم جاي يغازلني ويروضني. دمك يغسل عارك يا كلب. لا تظلم عنتر، عنتر بريء يا عمي بريء. لا خطفها باللسان ولا لمسها باليد. أنا ريت كل شيء. ريتي كل شيء؟ أنت قاعدة عند أبوك ولا عندي؟ إيش جابك لدارنا؟ دايرة ورا عنتر. ما كفاها الخروج معه كل يوم حتى تلحقوا هنا عندي. مالها صبر على بعده. أخرج من عندي وانتظر الموت يا كلب. إذا كان أبوك لا يحسن تربيتك يربيك يا عمك شداد. أخرجي ولي مع أبوك كلام. حبيتي عنتر؟ حبيتي العبد؟ العبد حبيتي؟ اهدى يا مالك اهدى. حبيتي العبد؟ نعم حبيته. حبيتي؟
حبيتيه؟ نعم حبيته، والله حبيته ولا أحب غيره. حبيتيه؟ لا تكبر الفضيحة يا أبي، لابد من قتله. اقتل العبد وريح الدنيا. والعبد لابد من قتله. وهذه أعطيها الأول خطيب يتقدم لها. انتظر حتى يتقدم خطيب. عمارة زيادي يريدها اليوم قبل الغد. ياخدها. يا هلا يا هلا. مساء الخير يا عمر. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضلوا احنا في انتظاركم. حياكم الله. تفضل. ها هو عروة بن الورد مصارع الأسود، حدثناها عن عنتر. حدثوني عنه. تفضل. وشوقوني إليه. جاي لك بين الجبلين. وليش بين الجبلين؟ بيننا وبين الجبلين مسيرة يومين. هقول له يا عنتر، بين الجبلين لمحنا سبع غضنفر قاطع الطريق على الناس، روح واقتله. لو جبت لي راس عنتر اعطيك حتى ارضيك. انا لا اريد احد يعلم اننا قتلناه، الناس يعيبونا ويلومونا. اقطعوا لكم ارباع ارباع وقولوا السبعة اكله. بعد ما تقطعوا اطراف اطراف ادفنوا. اشرب. قولوا معنطر مات. عنتر مات. عنتر مات. هجيب لكم بدل الاسد اسدين. ظلمنا هذا الولد المسكين، والله خسارة في الموت. ونسيت أفعاله مع سمية؟ وإيش قال في عبلة؟ هذا حق الحرق بالنار. طلع لوحدي واريد اكله لوحدي. واحنا نقف نتفرج عليكم؟ ها؟ اذا لقيتوني متحير اهجموا عليه. ايش تعمل هنا يا اسود الوجه؟ انتظر سبع غضنفر قالوا قاطع طريق. انا السبع الغضنفر يا عبد السوق، انا عروة بن الورد مسارع الاسود. وانا عنتر بن شداد يا ملاعب القرود. ملاعب القرود؟ انا طوى قطعك شرايح واحملك هدية لبني عبس واقبض ثمنك. تقبض ثمني؟ انا اريد اقبض روحك. أكلوا عروة والله، أكلوا. وتابع لك يا عنتر، انا وانت على ذاك اللي يريده موتك. يا
انظر انظر يا شيخ. هات العطر يا ولد، خلوني اعطر العريس. رايت اخي عمار الزيادي يعرف الحاضر والبالي، الفارس المغوار اللي لا تنطفي له نار ولا ينزل للوجار، جاي يخطب بنتك عبلة على مهر 500 ناقة و2000 قباش. عبلة تريد عريسها غني شجاع جميل. إن كان على الغنى فهاك هداياه، وإن كان على الشجاعة فالأسود تخشاه، وإن كان على الجمال فهاك انت تراه. أبيض أكحل؟ أكحل أبلش؟ أبلج أفلج؟ أفلج. هذا أحلى عريس جالك. قولي أحلى عروسة. عنتر غاب يا ناجية، صار له يومين. الكلمة بعد الشورى. حدثهم يا عمارة عن صيد الأسود. كانوا أسدين بل أربعة أسود. مضى يومين يا عنتر ولم تنظر إليك عيني، وبعدك والله شاغلني وكاويني وساليني. هولك يومين لم تسمع وحوش البادية صوتك، هولك يومين والأندال تستنى نهار موتك. ومين هم الأندال؟ المتعطرين المتسبسبين اللي خافوا يواجهوه راجل لراجل. الربيع واخي. تقولي هذا عن الرجل الكريم اللي سطر علينا بعد ما فضحنا العبد اللئيم باشعاره واجوانه؟ غدا يعود عنتر ويقطع راسه. راس عنتر اللي انقطعت وجاياك تشوفيها بعينيكي. بقيوا اسدين طلعت لهم بسيفين، الاول بضربه واحده شقيته نصفين، والتاني فر واختفى بين الادغال كما تختفي الاطفال. كده يا اولاد ولا لا؟ ايوه والله. لقيتهم عنتر؟ راح عنتر راح والله راح. يا ويلي يا ولدي يا ويلي، قتلوك يا ولدي قتلوك، عمك وابوك قتلوك. مبروك عليك عبلة، اجل لي دخلتي حتى تتم فرحتي. الفرحة تتم عندما جينا راس عنتر. اطمئن، وحتى اما قتلوا عروة انا اتكفل بي. ولدي ولدي يا سعدك يا عبلة، عنتر حي، عنتر حي. ايه بتفعلي هذا قدام خطيبي؟ لا خطيبي ولا اعرفه. اللي بعتوهم يقتلوني اسرتهم وعفيت عنهم، اما عمارة الزيادي اذا طمع في عبلة فلا اعفي عنه ابدا. خرجت عن حدك يا اسود الوجه، يوم تدعي انك عبسي ويوم تتطاول على سيادك بالفعل والقول. وراس أبي لو سمعتك تذكر عبلة بشعرك لاقطع راسك بسيفي هذا. تبت يداك يا صعلو، تتطاول على السادات؟ لك ساعة سودة مثل وجهك لما لقاك خارج الحي. هاي الحقني خارج الحي. أخاف على سيفي ليتدنس من دمك. اقتلوه يا رجالي. مكاننا اهجموا يا بني زياد.
قم. اسمعوا كلام الأمير زهير يأمركم بالكف عن القتال يا بني عبس ويا بني زياد. العربي ما يحارب العربي مهما كانت الدواعي والأسباب. يا أبناء العم، يا أبناء الخال، ما تستحوا؟ يا أمير زهير، ما قولكم في عمارة الزيادي؟ سيد ابن سيد. فلما يعتدي عليه صعلوك يرعى الغنم، ايش يكون الحكم؟ الصعلوك يتأدب. وإذا طغى هذا الصعلوك وتطاول على الأعراض والأنساب يقتل. الحمد لله، ها أنت يا أمير زهير حكمت على عبد شداد بالموت. اقتلوا يا عمارة. لا، لا أريد أحد يقتل عنتر. إذا قعد عنتر في هذا الحي فيا ويلي وويل بنتي وقومي من شعره ومن أفعاله. خليني أترك أرضي وأموالي وأتشرد بعض الأمان وأنزل بعض العز ما دمت أمرت بهذا. اسمح لي بالرحيل. لا أسمح لك بالرحيل، لا أنت ولا بني زياد. والأصوب يرحل عنتر. أؤمر بالرحيل يا أمير زهير. لا، يأمر شداد. يطول عمرك. مالك أخي ابن أمي وأبي، لا أقدر على غضبه. وبني زياد أبناء عمنا، لا أقدر على مخالفتهم. لا تتحير يا مولاي شداد، أنا راحل وهذا سيفي وهاك رمحي. تكفيني عصا أهش بها على جمالك وأغنامك. أما أنتم يا بني زياد، إذا أردتم قتلي فلا تبعثوا عروة، ابعثوا 1000 عروة من عراويكم. طمنيه وقولي له عبلة لا تنساك وقلبها معك ومطرح ما تكون جيك. يا ولد هات العطر. اصعب عليه النفس من كان همته اما عظيمه والبراد صعيب. ندل الرجال باتوا الناس تحمدوا ومستحق الحمد ماله نصيب. ترى الذهب مطمور في الرمل والحصى والسبع ياكل من فضول الديب، السبع ياكل من فضول الديب. أما أذل الناس في البدو والحضر سيد وعايش في بلاد غريب. جاي تونسنا ولا جاي تبكينا؟ اسكت يا راجل اسكت. حاشاك من البكا يا عنتر يا جاهر الفرسان ومذل الشجعان، ما عاش من يبكيك. انا لا ابكي يا شيبوب، انا اعاتب ظهرا لا يلين ناصحي واخفي الجوى في القلب والدمع فاضحي. وقد أبعدوني عن حبيب أحبه فأصبحت في قفر عن الإنس نازحي. ويا ريتها تشعر بما تقاسي من العذاب. ك...
قلوب العاشقين تبدي سرايرها وتخفيها. إذا العاشق شعر بآلام تحس المعشوقين بيها. وإذا عرفت المسكينة إيش تقدر تعمل لك من يوم ما خطبها عمارة وهي محبوسة جوا خيمتها؟ لكن صورتها مالية قلبي وطيفها قدام عيني، وقلبي قلبي يبشرني بحضورها. عين عبلة، هي روح عبلة. لوحدي أذكرك وانت ذكرتيني وأنا وحدي، ولا يمنعني عن رؤياك لا بعدك ولا بعدي. يا عنتر يا ابن عمي، يا عنتر يا حبيبي. بهذا القول حييني وحييني، زيديني يا عنتر يا ابن عمي. كأنك لما قلتيها وضعت تاج على جبيني. يا ريت ألقاك في كل ساعة. وكيف حضرت اليوم؟ الجم مشغولين يستعدوا الحرب بني طي، والمعاد قريب، جيت من وراهم. الجم، من الجم. يا عبل، أنا والله يصعب علي قومي وقومك، يحسبوني غريب. لو ينكروك بني عبس كلهم، يكفاك من عبلة، صديق وحبيب. يا عبل، هي روح عبل. ويزيد همي لما يجيكي كل يوم خطيب. ما يدخلوا عبلة على غير عنتر إلا إذا راس الوليد تشيب. اليوم يا عبل عرفت مقامي، مقام كريم ومقام حسيب ونسيب. واليوم يا عبل شعرت بروحي شاعر وفارس أرضنا وخطيب. انت هو تهاجموها من اليمين وانتم من اليسار. هيا من انتم؟ وايش تريدوا؟ نريد جارية تخدمنا. اخسأ يا لعين، بعد انجدوني يا عبس. يا عنتر يا عنتر، بعدوا يا ليام، جاكم عمار الزيادي حامي الديار ومغيث الصبايا الاحرار. لا تخاف يا عبلة، خذها بالسيف اذا قدرت. باعدوا باعدوا باعدوا. هذا البر ما فيه غير عمار الزيادي حامي الديار ومغيث الصبايا الأحرار. يا ريتك تقدر تحمي روحك. وكيف لا أحمي روحي وأنا قدامك هازم خمس فرسان؟ أمال احمي روحك مني. جد؟ على أمك. إنما أخذتك جارية لأمي. يا
ما في أحد، كلهم خرجوا للحرب. اهجم وخذ كل ما تلقاه من الأموال والأسلاب، فهو حلال وغنيمة لكم، ما عدا واحدة اسمها عبلة فأنا أريدها لنفسي. أنا أجيب لك كل طفلة اسمها عبلة في جزيرة العرب. عشت يا أشعث. فضحنا بين قبائل العرب يا شداد. ايش يقول؟ يقولوا بني عبس خطفوهم اللصوص كما يخطفوا الدجاج والخراف. يا لزل بني عبس، ما بقى قدامنا غير العبد عنتر. هيا نرسل اليه. هيا اسرعوا اسرعوا. الحبل قطع يدي، حلني يا ند. بني عبس انهزموا، اعطيني سيفك يا عروس. ايه؟ تريد تنصرهم؟ اقعد حتى يعرفوا مقامك، والله ما يتحرك. هادو الاهل يا شيبوب. اهلك اللي طاردينك وجعلينك عبد، خليهم يدوب الذل والاسف. فيهم عبلة يا شيبوب. وعبلة عز المطلوب، اعطيه السيف يا شيبوب. والله ما اعطيه، خصني التعب. هيا يا عنتر، روح خلص اهلك. أنا مالي أهل سيدي شداد. لا تمزح يا عنتر، خربة الديار والحقن العار. قوم. لحقكم العار؟ عار إيش؟ عار الأسر؟ عار الرق؟ فأنا عندكم عبد أسير ورقيق، ذوقوا الأسر والرق كما دوقتوني. ما تستحي، ما تستحي لما تشوف بنات عبس بايتة في أحضان العدو. قوم كر عليهم. أنا عبد، والعبد لا يحسن الكر، لكن يحسن الحلب والضر. خر وأنت حر. ومن اليوم إيش يكون اسمي؟ أنت من اليوم ولدي عنتر ابن شداد. ابن شداد؟ وإذا حملت الساعة على الأعداء هل تزوجني عبلة؟ نعم، وفوق هذا أنا خادمك يا عنتر. شيبوب! نويت احل قيودك واكرمك، انا خير من عماره. لعنة الله عليك وعليه. خليكي مربوطه بالقيود الى ان تدفنوها معي بعد موتي. يا عنتر يا عنتر، الحقني يا عنتر يا عنتر يا عنتر. Ah!
راكب والبنات تتبع ركابك، ويا رب السفالة والوضاعة. من أنت أيها العبد اللعين؟ أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني، فدع السماعة. وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. ما سمعت عنك ولا أعرفك. هذا الفتى عنتر رسول المنايا مهد الرضايا قبض الأرواح. وأنا الفتى الأشعث مزل القبائل اللي سميت الفارس الجحجاح. ها الشباح النباح. قطع يديه بالسيف شرايح شرايح وزقيه من دمه قداح قداح. أنا الذي عزقي شراب المنايا. لكن راسك عن كتافك تا. مهانا بعد اليوم عنتر رفع روسكم على كل قبيلة وحفظ أراضيكم من كل دخيل. يا قوم يا قوم، إذا نجت البلاد والعباد فالفضل في هذا راجع إلى ابني وولدي عنتر ابن شداد. أبي ولدي. يهنيك بعنتر يا خالة. يهني قلبك ويزيد قدرك يا عبلة. ها انت اليوم تستحق تقول انا اخو شيبوه. بعدك صاعد يا عنتر نصر وعزة ومقدرة. بعدك صاعد يا عنتر نصر وعزة ومقدرة. عنتر يا ساحق العدا يا مخلي عبده سيدا. عنتر يا ساحق العدا يا مخلي عبده سيدا. غيرك ما يجاوب الندى يوم الغارة المدبمة. بعدك صاعد يا عنتر نصر وعزة ومقدرة. بعدك صاعد يا عنتر نصر وعزة ومقدرة. عزمك أغلى من الحسب سيفك أقوى من النسب. عزمك أغلى من الحسب سيفك أقوى من النسب. احكم يا فارس العرب واغمر من غير مشورة. بعدك صاعد يا عنتر نصر وعزة ومقدرة. بعدك صاعد يا عنتر نصر وعزة ومقدرة. يا عنتر اختار ما تشاء من الغنائم والأسلام. أنا قبضت الأرواح وخليت الغنائم لغيري. لي النفوس
وللطير اللحوم وللوحوش العظام وللخيالة السلف.